يا اهلا بيكم من جديد. خلينا نبدا بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر كده امبارح الصبح وعمل قلبان، اصاب بعض المواطنين بالخوف وعمل فزع داخل وزاره الصحه المصريه. المنشور مفاده وفاه جميع المرضى في احد المستشفيات المصريه الشهيره. ده المنشور كده وتم تداوله الاف المرات على مواقع التواصل الاجتماعي امبارح. بسبب انقطاع الكهرباء وفاة جميع المرضى في العناية المركزة بمستشفى مصر. ده كده المنشور اللي كان يعتبر ترند في مصر امبارح على كل المنصات والكل عمال بيتداول هذا المنشور. لحد عارف المستشفى دي فين؟ ولا اسم المستشفى ايه؟ ولا عدد اللي ماتوا في العناية المركزة كام؟ الكل بيقول ان في كهرباء قطعت عن العناية المركزة في واحدة من المستشفيات المصرية أدت لوفاة جميع المرضى. وبدأت رحلة البحث عن حقيقة هذا المنشور أو عن حقيقة هذا الخبر، حقيقة وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى مصري بسبب انقطاع الكهرباء. حقيقة بحثت ودورت، ويمكن الزملاء كمان بحثوا ودوروا عن مصدر هذا المنشور أو مصدر هذا هذه الإشاعة اللي بطبيعة الحال نفتها وزارة الصحة المصرية. ما حدش عارف مين طلع الإشاعة، طلعها ليه، وإيه سبب انتشارها بالشكل ده. وزارة الصحة المصرية تنفي ما تردد عن وفاة جميع مرضى العناية أو الرعاية بأحد المستشفيات. منشور طويل كده نزل على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بينفي هذه الأخبار، وبيقول كمان إن اللي ماتوا أو هذا الخبر بيتكلم عن مستشفى الشفا في قطاع غزة ووفاة جميع المرضى في مستشفى الشفا يوم 12 نوفمبر اللي فات بسبب انقطاع الكهرباء. يعني من الآخر البيان، لو تحط لي البيان بتاع وزارة الصحة، بيقول لا مش احنا، في ناس ماتت فعلا في غزة اللي هي جنبنا على بعد كام متر مننا، لكن مش احنا، احنا ما عندناش حد مات واحنا زي الفل والدنيا زي الفل. لكن السؤال اللي يمكن وقفت معاه شوية، هو ليه احنا كمصريين بقينا نصدق مثل هذه الشائعات؟ ليه مفيش حد من الكام ألف 20-30 ألف اللي شيروا الخبر امبارح مفيهمش حد فكر ان ممكن يكون الخبر ده غلط؟ وليه اي مشكلة او اي فساد او اي اخفاق يتعلق بالحكومة المواطن بيصدقه؟ عارف ليه؟ لان احنا عندنا احداث مشابهة، الخبر وإن كان إشاعة إلا إنه بيدق ناقوس الخطر وبينذر بأزمة بسبب استمرار قطع الكهرباء من منتصف العام اللي فات لحد النهاردة. انقطاع الكهرباء مستمر في البلد إلى أجل غير مسمى. فاكرين قطع الكهرباء اللي اتكلمنا عنه في شهر 6 اللي فات وقال لك اصبروا علينا شهر وبسبب زيادة درجات الحرارة وهنحل المشكلة، وتوجيهات من رئيس الجمهورية وتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء والحكومة اتدخلت، ونهاية أغسطس، لا نهاية نوفمبر ببداية السنة اللي جاية هتتحل المشكلة. ده اللي كان بيتقال عن مشكلة أزمة الكهرباء أو أزمة انقطاع الكهرباء واللي مستمرة معانا لحد النهاردة، اللي بدأت بساعة وبعد كده بقت ساعتين، وصلت 4 ساعات، رجعوها او حلوها ايام الانتخابات، رجعت تاني ساعة وساعتين، قال لك هنوقفها في الامتحانات. النهاردة الطلبة بيمتحنوا وبيذاكروا على الشمعة واللمبة الجاز لان الحكومة مستخسرة فيهم وبتصدر الغاز. فقطع الكهرباء ده رغم تأكيد وزارة الصحة ان المستشفيات مستثناة من خطط تخفيف وقطع الكهرباء، ده بيان الدكتور خالد عبد الغفار، الا ان الحكومة كذبت كالعادة. شفنا الكهرباء بتقطع في مراكز كاملة عن مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة والحضانات والصيدليات وأماكن الرعاية الطبية. الخبر بيقولك تخفيف الأحمال مرة من هنا، مستشفيات لم تنجو من انقطاع الكهرباء، عمليات ولادة في الضلمة، حضانات لا تعمل، وطوارئ مغلقة. اتقفلت حضانة في محافظة الفيوم حسب ما تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. مستشفى المحمودية في محافظة البحيرة أعلنت توقف جميع العمليات الخطرة لحين عودة التيار الكهربي بسبب عدم وجود مولد في المستشفى.
المستشفى العام في محافظة أسوان قفلت الطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء، وبعض المستشفيات ومنهم مستشفى الرعاية النفسية في القاهرة اللي قطع عنها الكهرباء لمدة 7 ساعات، وبعض المصابين أصيبوا بالصرع. ده رغم وعد الحكومة أنها مش هتخفف الأحمال عن المستشفيات. أنا كمواطن أو حضرتك كمواطن لما تسمع وعد الحكومة أن المستشفيات مستثناة وتيجي تشوف اللي حصل في مستشفى المحمودية وحصل في الحضانة بتاعة الفيوم وحصل في مستشفى الطب النفسي وحصل في المستشفى في أسوان، ويجي لك بعد كده إشاعة تقول لك موت جميع المرضى في قسم العناية المركزة في مستشفى بسبب قطع الكهرباء، هتصدق وانت مغمض. طب شوف الفيديو ده، الفيديو ده من داخل أحد المستشفيات، تقريبا مستشفى امبابة، ومرضى الفشل الكلوي اللي بيحتاجوا غسيل وقت قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال كان وضعهم عامل إزاي في مستشفى امبابة. نتابع الفيديو. احنا عندنا مشكلة في وحدة غسيل الكلى في مستشفى امبابة العام، ان في عطل في 4 مكانات بسبب قطع الكهرباء. خاف المرضى يعني مصدومين جدا، متشحططين ومتبهدلين بسبب ان طبعا المكان دوت مشغال، وان هم ما بيعرفوش يغسلوا وبيخشوا يتشحططوا من قاع لقاع ومن مكان لمكان. دي مستشفى امبابة بترد على السيد وزير الصحه، الكهرباء قطعت والمحولات فصلت وما عندهمش مولدات، فكان مصير مرضى الغسيل او مرضى الفشل الكلوي اللي موجودين على الاجهزه يستنوا 2 3 ساعات لحد الكهرباء ما ترجع. عندنا كمان مستشفى ام المصريين اللي قطع عنها الكهرباء قبل كام شهر بسبب تخفيف الاحمال، وتم نقل 5 حالات حرجه من مستشفى ام المصريين وتوزيعهم على المستشفيات الاخرى، ده لان المستشفى ايضا ما كانش فيها مولدات وما كانش فيها مصدر بديل للطاقه. لو تحط لي الخبر اكون شاكر بتاع مستشفى ام المصريين. اهو قطاع الكهرباء بمستشفى ام المصريين ونقل 5 حالات حرجه لبعض المستشفيات الاخرى، منهم طفل و4 كانوا موجودين في العنايه المركزه. ده ايضا بيرد على السيد وزير الصحه، بيكذب وزير الصحه اللي قال لك ان المستشفيات مستثناه من تخفيف التيار، بيكذب ايضا وزير الكهرباء اللي قال لك ان القطاع الصحي لن يتاثر بتخفيف التيار الكهربي، بيكذب رئيس مجلس الوزراء، بيكذب الحكومه، وبيصدق الشائعات وبيدي مبرر لاي حد عايز ينشر البلبله وينشر الشائعات في الشارع وما بين المواطن ان الشائعات بتاعته تتصدق. ايضا كان عندنا على يعني قبل موضوع تخفيف الاحمال على ذكر فشل الحكومه في ملف الكهرباء، الحقونا الناس بتموت 24 ساعه رعب داخل مستشفى سوهاج بعد قطع الكهرباء. متخيل لما تبقى مستشفى عام في سوهاج بتخدم اكتر من 3 مليون مواطن ويقطع فيها الكهرباء لمده 24 ساعه، يعني 0 عمليات، 0 عناية مركزة، 0 طوارئ، 0 غسيل كلوي، 0 تنفس، 0 كل حاجة، 24 ساعة الكهرباء قطعت في قبل سنة في سوهاج بسبب ان ال ما فيش كهرباء وما فيش محول والحمل زاد على المستشفى. 24 ساعة في مستشفى واحدة في سوهاج. عندنا كمان مشكلة مستشفى الكبد بتاعة شربين، واللي بعتت لها وزارة الكهرباء انذار بقطع الكهرباء. انت متخيل بيبقى عندك مستشفى او معهد اسمه معهد الكبد في شربين، واحد من المعاهد الخيرية اللي بيخدم معظم اهالي الدلتا واللي بيقدم الخدمة مجانا للمواطنين، حكومة اللي اثرت في الملف الصحي بعت الانذار ده، انذار بفصل التيار الكهربي لعدم السداد، وده كان انذار اخير وقال له خلال اسبوع من تاريخ استلامكم الانذار هيتم قطع الكهرباء عن المستشفى. فانا كمواطن او الشباب على السوشيال ميديا او الناس الطيبين اللي شافوا الخبر وبداوا يتداولوه، الناس دي مش مغرضه ولا زي ما وصفهم بيان وزاره الصحه ضد الوطن، ولا زي ما وصفهم المتحدث باسم الصحة ناشر الفوضى ودعاة البلبلة، لا أبدا. الناس دي شايفة فشلك
وشايفة إخفاقك وشايفة نماذج متكررة كل يوم رغم تأكيدك قدام عينيها. فلما جالها الخبر صدقت هذا الخبر. ده اللي خلى مثلا محافظة الجيزة، ويمكن ده تصرف محمود من أهالي من السادة في محافظة الجيزة تحديدا مركز أبو النمرس، اللي قرروا شراء وتدعيم المستشفى بمحول كهربائي. طب قول لي كده يعني بالمنطق، طالما الحكومة مش بتقطع الكهرباء، ايه الحاجة لشراء محول كهربائي سعره 500,000 جنيه حسب بيان وزارة الصحة في الجيزة، وقال لك ده لتلافي أزمة تخفيف الكهرباء. طبعا قطع الكهرباء ده وأزمات المستشفيات والحضانات والعيادات الخاصة والصيدليات ومراكز التحليل أدى لظهور بعض تجار الظلام، ناس اللي بتبيع المحولات الكهربية دي خلت سعرها يزيد الطاء 2-3. فحضرتك لو عندك عيادة خاصة النهاردة ومحتاج تتلافى أزمة قطع الكهرباء هتقع تحت إيد تجار الضلمة، أسعار فلكية فقمت أزمة انقطاع الكهرباء في البلد. الجنريتور أو المولد الكبير سعره تجاوز 500,000 جنيه، المتوسط بربع مليون جنيه، المكنة الصغيرة بتاع اللي قد كده اللي بتولع لمبتين وكام جهاز سعرها بيتجاوز 50,000 جنيه. تقدر تشتري حاجات أقل كده لكن كفاءة أقل وعمر افتراضي أقل. ده اللي عملته وزارة الكهرباء لما استخسرت الغاز صدرته وعدتنا انها تستورد مازوت وما استوردتش. الوزاره اللي قالت لنا انها صرفت مليارات، اكتر من ربع تريليون جنيه، 250 مليار على ما اعتقد، لتحديث شبكه الكهرباء، وبعد كده الكهرباء بتقطع في بلدنا في العام 2024 واحنا بلد منتجه ومصدره للكهرباء، المواطن ما زال بيقع تحت وطئه قطع الكهرباء واستهداف المناطق الشعبية واستثناء مناطق الأثرياء. الكهرباء اللي بتقطع في سوهاج وأسيوط، اللي قفلت مستشفى زي مستشفى أم المصريين وحرقت أجهزة الغسيل في مستشفى مبابة، وقفلت الحضانة اللي موجودة في الفيوم، ومنعت المواطن يحصل على خدمة طبية في محافظة أسوان، ما بتقطعش مثلا في العاصمة الإدارية الجديدة. ده كمان الحكومة عاملة رصيف بينور في العاصمة الإدارية الجديدة، وبيقيدوا البرج الأيقوني اللي مش عارف فيه كام ألف لمبة، والنجفة اللي موجودة، كل ده بتاع الأغنياء فقط. أما الفقراء اللي موجودة في المحافظات والقرى والنجوع، لا، الناس دي تستحمل إن الأكل بتاعها يبوظ في التلاجة، تستحمل إن المصانع بتاعتها تقف، الورش يتخرب بيوتها، تستحمل ولادها يسقطوا وما يلاقوش طريقة يذاكروا بيها في ظل امتحانات النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية. لكن المرضي عنهم في البلد والأغنياء والأثرياء مستثنون من قطع الكهرباء. أما المستشفيات والمصانع والورش والدكاكين والبيوت، لا، كل ده عادي ممكن الحكومة تقطع عنه الكهرباء. دي كانت بس الإشاعة، حبيت أقول لحضراتكم إنها فعلا إشاعة، ولكن إشاعة بطعم الحقيقة، بتنذر بكارثة ممكن تحصل في أي